اخرج بقى من البطوله الافريقيه وادخل معاك في الجد بقى شويه، ونتكلم عن احمد عادل وتاريخه مع النادي الاهلي، لان في حاجات الجماهير جاله حان الوقت زي ما بيقولوا، يعني لازم نتكلم وافتح قلبك بصراحه. يعني مثلا لما نيجي نتكلم على احمد عادل، ممكن عدد مبارياته مع الاهلي ما كانتش كبيره جدا، بس لما تيجي تبص هو شارك في مباريات ايه، وده اللي لازم الجماهير كانت تعرفه في التوقيت ده. يعني مثلا ممكن تلاقي احمد عادل شارك في ايه، انا متذكر جدا اسك في اسك، وكان فريق خطير الزمالك، مباراة صعبة جدا ملهاش حسابات، والاسماعيلي في اسماعيلية مباراة ليها طابع خاص عند الجمهورين، وفي مباراة كمان كانت قوية جدا ترجي في تونس. الترجي في تونس، يلعب الترجي المدير الفني يقول له انت عملت كل المهام، يجي مصر بقى ندخل في الدوري احمد عادل بره ال 18. كان بيقول لك ايه التوقيت ده، لان هو كان لما بيكلم لاعب ما يقدرش يقول، كان بيقول له ايمن، ولو عارف كانت تبقى كارثه، صح؟ كان بيقول لك ايه بجد، يعني مثلا قال لك ايه بعد اسك لما لعبت وتالقت بشكل كبير وحققنا انتصار اعتقد مع نادي الزمالك، نفس الموضوع مع اسماعيلي في اسماعيليه، مع كنت تلعب ويفاجئك، انت كنت بقى تعرف قبلها ان انت هتلعب؟ قبل المباراة؟ اه لا ما اعرفش. بيقولكش لا انا ما اعرفش بجد والله. والله، انت كنت كام واحد في الباك رايت، بس قول انا لي كنت كده. متوقع. اه يعني كنتوا كام واحد مثلا، احنا كنا خمسة، مين وخمسة؟ كنت عاوز من كلمة انا واسلام الشاطر واحمد صديق وبركات وجنى احمد فتحي، اه فكنا خمسة. اللعب صعب جدا، صعب جدا، بس انا جت ايوه عليا فترة، انت لو تفتكر كابتن شادي واحنا في اوضة اللبس، كنا اللي هيخش ال 18 او اللي هيلعب كان في شنطه عم حارس اللي بياخدها بتاعت الجزم، ايوه كان في شنطتين كده، ايوه فبنحط الجزمه عشان عم حارس ياخدها المعسكر عشان يجيبها لنا في الماتش، ما حدش كان بياخد جزم يعني. فانا في ماتشات اول مثلا ايه الاقي ماتشات ضعيفه بدون ذكر اسماء فرق يعني، فخلاص انا بره ال 18 مروح. اه مروح، فيجي ماتش زمالك اروح اخد عربيه والاوبر وامشي. ايوه حتى كان اقرب الناس ليا يعني، وحضرتك كنت من اقرب الناس ليا، كنت تلاقوني جايب لبس خروج مش جايب الترنج، فايه لا عارف ان انا ايه هرجع الاوبرا تاني اخد العربيه وهمشي. فيجي ماتش زمالك انتوا كلكم بقى تلاقوني ايه او ماسك الجزمه وحاططها ايه في الشنطه، اه فانت ضامن ايه كله بقى وبركات وكده، ايوه يا عم ضامن. المهم تخش ورقه الاقي نفسي ايه واحد اتنين ال 18 يعني هقع من الورقه اللي هو رقم 18 18 بتاع ال المباراة. 18 بتاع المباراه السكور، فاخش المباراه واتوقع ان انا هلعب، الراجل مش هيدخلني الا لما هيلاعبني. في مباراه الزمالك اللي حضرتك بتتكلم فيها كانت النتيجه 0-0 والمباراه دي كسبنا 2-0.